مثيرة جدا. الهدف الأول سجله اللاعب أس مانداو حدود الدقيقة 70، ثم اتحاد طنجة يعدل الكف عن طريق اللاعب إيرفي، وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء المباراة بالتعادل لإيجاب هدف لمثله، الفتح الرباطي يعود ليتقدم من جديد ويفوز بهدفين، هدف واحد. وإليكم مشاهدينا الترتيب المؤقت إلى حدود هذه الدورة. إذن الفتح الرباطي يعود ليعتني صدارة الترتيب ب 52 نقطة، فيما الوداد أصبح في المركز الثاني ب 50 نقطة.